هذا اللي أعلنه مساعد رئيس مجلس النواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب في بلاغ على فيسبوك البارح. قال إنه راشد الغنوشي يدعو جميع نواب الشعب لحضور الاحتفال اللي باش يصير عن بعد بالذكرى الثامنة لختم الدستور اليوم نهار الخميس 27 جانفي 2022 مع 11 متاع الصباح. وقال إنه الاحتفال لمجلس نواب الشعب باش ينقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاح لمن يطلب حضوره من جميع وسائل الإعلام التونسية والإقليمية والدولية. وقال زيد اللي هما دعاوا لمتابعة عن بعد الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان شركائنا في دعم التنمية والديمقراطية في الجمهورية التونسية. التعليق كانت هكا ما همش مسلمين وشهدين صحيح وزيد يحتفلوا من فوق وفما اللي قال مثالش احتفلوا المهم من غير مشاكل. تعليق آخر يقول سي الشيخ مكبش للآخر انفس واللي قال والله يعطيهم الصحة هكا احترموا القانون والبروتوكول الصحي والقاو الحل من غير ما يتغش قيس سعيد. من حق الغنوشي أنه يحتفل اليوم بختم الدستور وإلا لا؟ طارق العليمي حاول تكون كما قالك رامي في الأوف بيرتينو من اسمع رامي بالله يسمعه اشتبت بيه ليلة فما بالله خذ بخاطر يا طارق ميخذ أكس ومعينين أنسوليد كورة طارق من حقه يحتفل اليوم الغنوشي ولا لا؟ عبير موسي قالت ننتظر ردة فعل من الرئيس على هذا التمرد العلني من راشد الغنوشي واللي معاه على قرارات الدولة. ثم نواب ضحكوا قال كان ما جيتكش وقت اللي انت رئيس تجيك وانت رئيس مجمد. وفما من اعلن انه باش يكون موجود اليوم باش يتم نقله عن طريق رابط موجود على الانترنت وغيره وكذا. حق ولا مش حق؟ احتفال افتراضي يسانده فيه مسانديه ومريديه لخير ما مش اكثر الحقيقه. يعني حتى فوسط النهضه انقسمت بسبب راشد الغنوشي، حتى صقور النهضه المساندين لراشد الغنوشي انقسموا عنه بسبب الانفراد بالراي و و و و الحقيقه على راشد الغنوشي ان يجدد اذا كان يحب مازال يحافظ على 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 النهضه انه يلقى ناس اخرين قادرين على انه يقنعوا الشعب التونسي ويتواصلوا مع الشعب التونسي ويحكيوا مع الشعب التونسي. سينو باش يواصل في انقسام وقد يكون قوقعة نهضة في كوان صغير بارشة انقسامات إيه تعتبروا تمرد كما قالته عبير تمرد على قرار الدولة ولا بالعكس؟ هو شفت البلاغة ذي فرصة لعودة عبير لأنه عبير كانت غايبة وبالتالي ما ريناهاش لا في مسألة اقتصادية لا في مسألة اجتماعية لا في حريات لا في فصل العدل يوميا. أنا لو أنت بتت المكتب نعم تارق ما يوميا تهبط في فيديو عبير على يوميا على في علاقة بالقرار الدولة في علاقة بالجمعيات في علاقة باللي صار في أحداث 14 دونك ناشطة يوميا في فيديو الفيديو هذا ثم حل اقتصادي ثم حل اجتماعي ثم حل شبابي ثم تواصل دبلوماسي. هذا هو دور النائب ودور السياسي. بالتالي البتين ده اللي كانت موجودة حصريا عند السيدة عبير موسي في صراحة مع راجل الغنوشي اللي هو أعطاها قالها تفضل إيجا أعمل اللي تحب طبيعي جدا مش تقول أو توصف هذا بالتمرد. ولكن أنا قلت لك أنا احتفال افتراضي له ولجماعته سنية أنه يبقى لبتونس يكونوا حاضرين أن هذا يبدو لي ائتلاف الكرامة. الحزام السابق بتاع حكومة المشيشي ليش عندي معلومات معناها في الناس اللي باش يحتفل بالدستور حقهم ولا لا؟ سنية هما يعتبروا اللي صار انقلاب يقول لك أنا نحب نذكر تونس أني نحتفل بالذكرى نتاع ختم الدستور. كلنا نحتفلوا بالدستور تونس كامل الرئيس ألغى الدستور لا تقريبا اي تقريبا اما قصدي ملكية الدستور سامحني رفيق زاد ما يجيش السياسي يقول لك راني انا مالك المدنية الدولة ولا ملكي مالك الدستور بتاعنا الكل الدستور سوري من حقهم ولا ليه؟ ولكن من حق كل واحد يحتفل لما نحسوا السيد راشد الغنوشي ومن لفه لفه مش يحتفلوا وحدهم تعرف من نوع عيد ميلاد جرحي انا حاجه من النوع شنو باش نعملوا باش نعملوا باش نعملوا خبزه نديو نتبكي يبدو انه الكلام اللي قالوا الناصر والحلقة حتى مفعول الناصر باش مش لها جمله سونيا دخلت في الطرح اليوم المفيد المفيد انا باش يحتفلوا واحد العباد ما عادش حبوا يسموك حبوا يعرفوا الجمله قال لك ناصر والله العاد مركز معك حد كمل المفيد يعني باش نعملوا عيد ميلاد وحدنا نتبكي تحتفل بشنو تو انت تقول كنا من حقنا نحتفلوا بالدستور نذكروا فقط اللي هذا الدستور التعيس التعيس اللي تعمل بالتلفيق الدستور الركيك لغته ركيكه فيه شبته اكثر
اكثر من المشاكل اللي صاروا لنا كلهم من الدستور. ماناش مانيش مع انه نسيروا دواليب الدوله بالمراسيم ونعلقوا الدستور، اما مشاكلنا الكل جات من الدستور ومن البرلمان ومن السيد راشد الغنوشي، خاطر لولا تمسكوا برئاسه البرلمان رانا مانيش في الحاله هذه، راهو ما صارناش اللي صار الكل. دونك هذا الوقت انه السيد راشد الغنوشي يا ولدي ليه احشروا عليه سكروا عليه، اضر بالبلد اضر بمؤسسات الدوله واضر بحركه النهضه. ستوب يعني يجي وقت ستوب. انا ما نوافقكش في علاقه بالدستور، القراءه نتاع انه الدستور هو اللي فيه مشاكلنا سي با فري، على خاطر الدستور ما يلزموش يكون قابل للتكوين بالطريقه هذيك، وفيه 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 ثغرات كبيره كبيره جدا كبيره اليوم. اوكي ولكن شنو الفصل 80 نجم نقولوا فيه ثغرات ترك الباب محلول للتاويل، اما الدستور اللي شاركوا فيه كل القوى راهو نذكروا منجي الرحوي عندنا في شو اسمه الحبيب اللوز نتاع النهضه وقت اللي تم ختم كل القوى شاركت في الدستور بنسبه 70 80% الدستور ما فيش مشاكل، فما حاجات للمراجعه ليس المشكل في الدستور. بعد ما صار من تجاذبات سياسيه واحد يرتكز على الدستور واخر على قراءات باش يعمل يهب موضوع اخر، ولكن اليوم كان نقعدوا ببراغماتيه وعباد ما عندهاش مشاكل تحكي في الدستور ليس هو مشكل البلاد، غير الدستور ولن تكون تونس في حاله افضل. ماهوش مشكل البلاد، اما الدستور عنده دور في الوضعيه اللي احنا فيها اليوم. ما عندي وقت ما ثم مكتسبات، انا عاود نقول مكتسبات شعبيه النشيد الوطني نتاعنا الكل، العلم نتاعنا الكل والدستور راهو نتاعنا الكل، مش واحد باش يحتفل به وحده ولا ولده الصغير جابه باش يعمل له 5 سنين ولا 6 سنين. ثم زاد الحقيقه دستورنا في 2014 حين الختم كانت الاحتفالات التاريخيه، ثم نقائص يمين ويسار وكذا، لكن كل القوى في تلك الفتره توافقت. لكن القراءات تعرف هي متجدده 2014 مش 16 مش 20. القراءات القانونيه. ما عاد نفكر اللي الدستور هذا كان ساهم فيه محمود البارودي في كتابته. محمود بدا مع جمهوريه الموز القول الشهير. وانتهى بعد قولتي جمهورية الموز ودخل وقت بالريجيم والحكايات هذوك وكذا. ساهم ولا لا؟ بالحق ساهم في الكتاب كتب نويمة الفصول. هو دستور للرئيس بالنسبة لي انا نجمة كلامي وزور جوا سونيا دستور اسمه يتلوح من اقرب شباك زاد تحية ليه كانوا في الاسم ما يقومش في الامارات ويتفاعل معنا.